طيب هي دلوقتي بدل في الحته بتاعت برمجه زرار السين اب دي لسه هنتكلم فيها هنا كتير في الحته دي، بس هنا عايزين اول مره هنا المره دي نتكلم على حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ وعند بدايه الكود بتاعنا ودي نهايته، ده اللي هيتنفذ تحت الزرار. انا عندي داتابيز وعندي هنا الايه ملف الايه الملف الجي اس بي اكس اللي هو ملف الجافا ويب ده، عايزينه يتكلم مع قاعده البيانات. قاعده البيانات دي نوعها ايه؟ ماي اس كيو ال. قاعده البيانات دي ماي اس كيو ال. ممكن يكون الجي اس اف دي تكون عارفه نوع الداتابيز، ممكن مش عارفه. يعني مثلا ايه؟ هي اوتوماتيك عارفه داتابيز الاوراكل مثلا، هو ده حقيقي، هي اوتوماتيك عارفه داتابيز الاوراكل، لكن مش متعرفه على اس كيو ال سيرفر، مش متعرفه على ماي اس كيو ال، مش متعرفه على اكسس، مش متعرفه على الاخر. فالمفترض تركز في الكلام ده، ده بالظبط كده كانه جهاز جديد وانت جبت له عايز تحطه جوه الداتابيز تقدر تتعامل مع الداتابيز. عشان تقدر تتعامل مع الداتابيز لازم له حاجه كده زي كارت تعريف، لازم له حاجه زي كده زي كارت ايه تعريف. عشان ايه؟ احنا لما بنكتب الكود، الكود اللي هنكتبه كمان شويه بنكتب بحاجه اسمها جي دي بي سي، كده بحاجه اسمها ايه؟ جي دي بي سي اللي هي جافا داتابيز كونكتيفيتي. كونكتيفيتي يعني التفاعل مع الداتابيز، يعني جافا تتفاعل مع قواعد البيانات. فيها طريقه موحده في التفاعل مع قواعد البيانات، ليها طريقه موحده في التفاعل مع مين؟ قواعد البيانات. فلازم تكون عارفه، لو كانت شغاله مع الماي اس كيو ال تتعامل مع الماي اس كيو ال ازاي؟ كانت شغاله مع الاوراكل تتعامل مع الاوراكل ازاي؟ كانت شغاله مع الاكسس تتعامل مع الاوراكل مع الاكسس ازاي؟ فلازم لها كارت تعريف يفهمها كيفيه التعامل مع قاعده البيانات اللي انت بتستخدمها. لازم لها كارت تعريف ها؟ يفهمها ازاي تتعامل مع قاعده البيانات اللي يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال في الاوراكل عندنا مثلا حاجه اسمها فارتشر او فارتشر 2 صح؟ او فاريبل كاركتر 2 يعني. وعندنا في الماي اس كيو ال مقابل ليها حاجه اسمها فاريبل كاركتر بس من غير 2. لكن البناء بتاع النوع ده والبناء بتاع النوع ده في الماي اس كيو ال اكيد بيختلف عن مين؟ عن الاوراكل اكيد، ده جوه بيختلف او في بناء او في تكوين. لازم الجافا تبقى فاهمه انت بتشتغل مع انه واحد فيهم عشان تعرف تتعامل معاه، تبقى عارفه تتعامل مع انه واحد فيهم عشان تعرف تتعامل ايه؟ تتعامل معاه. طيب ازاي افهم الويب سايت بتاعي؟ ازاي افهمه ان انا بشتغل على ماي اس كيو ال؟ لازم اجيب درايفر التعريف ده واحطه جوه الابلكيشن بتاعي، اجيب درايفر التعريف واحطه جوه الابلكيشن ايه بتاعي. فاروح عندي انا نازل درايفر التعريف ده، طبعا اسمه كونكتور، اسمه ليه؟ الكونكتور اللي هو درايفر، واجيبه واحطه جوه الابلكيشن بتاعي. اروح اجيبه واشوف انا عملت له داونلود، طبعا بينزل على موقع ماي اس كيو ال، بينزل على موقع ماي اس كيو ال ذات نفسه. لو انت شغال اس كيو ال سيرفر هتروح تنزله على موقع اس كيو ال سيرفر ذات نفسه، لو انت شغال على اكسس هتنزله على الموقع الخاص باكسس، لو انت مش شغال على دي بي 2 هتروح تنزله على موقع دي بي 2. لا حسب الداتابيز ذات نفسها تبقى منزله الكونكتور بتاع الجافا، معروف الكونكتور بتاع الجافا. فانا نزلته، اروح مثلا موجود عندي عند اي ابلكيشن قديم كده عندي هلاقيه جواه، انا بحب دايما احطه جوه الحاجه عشان ما يضيعش مني. اهو لقيته اهو ماي اس كيو ال كونكتور بالجافا فيرجن 5.1 مش عارف ايه، لو في فيرجن احدث نزله مش مشكله. ونزلت دخلت على السي على المشروع بتاعي، هو جي ديفلوبر ماي وورك. المشروع بتاعي كان اسمه السلام كارز، جوه كارز جوه المشروع ذات نفسه ممكن اعمل هنا كليك يمين واعمل ايه بيست، او ممكن من بره يعني تحت الابلكيشن ذات نفسه مش مهم، تحت ايه السلام كارز هنا بتعمل ايه بيست. خلاص ماشي، عايز اجيبه جوه الابلكيشن، اجي عند كلمه كارز اسم المشروع بتاعي واعمل له كليك يمين واختار بروبرتيز. ماشي كليك يمين وايه بروبرتيز، اخش عند لايبريز اند كلاس باس. كنا نزلنا قبل كده كل حاجه بتاعت الاي دي اف فاكرين؟ المره دي هنقول له اد جار فايل او اد جار دايركتوري. اد جار ايه؟ دايركتوري. جار دايركتوري ده اسم ملف، لو خدت بالك هتلاقي في الاخر دوت ايه؟ دوت جار، ده الملف التنفيذي بتاع الجافا، ده الملف التنفيذي بتاع الجافا. اعمل له اد جار فايل او اد جار دايركتوري
واهو لقيته قدامي هو جي ديفلوبر ماي وورد السلام كارز، ولاقي نوت ماي اس كيو ال ايه كونكتور، وقايل له ايه سيلكت نزل له. فيها مشكله؟ ده اوكي بس كده حطينا الجافا فايل ده مجموعه من الكلاسات بتاع الجافا برضو. اللي بتفهم الجافا ده تتعامل مع الماي اس كيو ال، اللي بتفهم الجافا ده تتعامل مع مين؟ طبعا عايز دلوقتي الجافا تلود، يعني ايه تلود؟ يعني تحمل، يعني تشوف الدرايفر ده متعرف ولا مش متعرف، تشوف الدرايفر ده متعرف كده ولا مش ايه. ازاي اعمل حاجه زي كده؟ بقول كلاس دوت فور نيم، وهم كاتبين اسم الكلاس نيم، اسم الكلاس هنا الحته دي. لو قدر يشوف التعريفات مش هيعمل حاجه، لو ما قدرش يشوف التعريفات هيضرب ويطلع ايه، هيضرب ويطلع ايه، وعلى اساس كده انا اعرف الدرايفر اتحمل وتفهم وجافا فهماه ولا لا. طب بكتب هنا اسم الكلاس ازاي بتاعنا بتاع الجافا، اسمه كوم دوت ماي اس كيو ال دوت ماي اس كيو ال دوت جي دي بي سي. جي دي بي سي خلاص عرفناها، ده جافا داتا بيس كونكتيفيتي دوت درايفر. يعني شوف الدرايفر الخاص بجي دي بي سي اللي بيتعامل مع الماي اس كيو ال. خلاص السطر ده ممكن يطلع ايرور صح؟ ممكن لا، على حسب. لو قدر يحمل الكلاس مش هيطلع ايه؟ مش هيطلع ايرور، لكن لو ما قدرش هيطلع ايرور. عارفين جمله تراي كاتش ولا مش عارفينها؟ فاكرين تراي كاتش بتاع تصحيح الاخطاء؟ اه. هنا هلاقيك عند فور نيم مطلع لي علامه تعجب هنا كده ومطلع تحتها خط صح؟ لو جيت وقفت هتقرا كده يقول لك اكسبشنز نوت هاندلد، يعني في اكسبشن انت ما صلحتوش. قلت له ماشي. الاكسبشن ده اللي اسمه كلاس نوت فاوند اكسبشن. ولو جيت هنا قال لي يا اما تحط تراي كاتش، اختيارين، تحط تراي كاتش يا اما تعمل حاجه اسمها ميثود هيدر، يعني الميثود دي لما يجي يشتغلها ممكن تضرب منك، تضرب بقى على اليوزر بقى، يا اما تحط تراي كاتش. تحب ايه؟ ممكن اكتب انا وممكن ادوس على كلمه ايه؟ راوند ويز تراي كاتش، يعني ايه؟ يعني يلفوا لف الكود بتاع كلاس دوت فور نيم بايه؟ بتراي كاتش. لو اخترتها كده اهو ادي عمل تراي، حط الكود بتاعه وكاتش وخطا نوعه كلاس نوت فاوند اكسبشن، ده دلع نفسه على الاخر وانا من غير ما اكتب حاجه. خلاص؟ وانا المفروض اكتب هنا الكود اللي هيحصل لو الكلاس ده ما اتعملوش لود، لو الكلاس ده ما اتعملوش لود، يعني حصل خطا. قلت له حصل خطا حط في المسج، ست المسج اكتب فيها كلاس نوت لودد، الكلاس ما اتحملش. طب ولو اشتغل صح بعد كلاس دوت فور نيم واشتغل صح، اقول له خلاص يبقى خلي سيت المسج، يبقى خلي في الرساله قول لي كلاس لودد او درايفر فلاش كلاس، خليها درايفر لودد ماي اس كيو ال درايفر لودد. ده في حاجه ايه؟ قدر يبقى ينفذ ده وينفذ ده. لو ضرب هيروح يشغل مين؟ اللي في الكاتش وطلع لي كلاس نوت لودد او درايفر نوت لودد. خلاص كده نجربها دي مبدئيا، نجربها مبدئيا. لازم نعمل كليك كمان ورن عشان يقدر يقرا الجديد في ملف الجار. لا مش ديباج، لا هيقول لي ريستارت السيرفر، اقول لا قال لي ريستارت السيرفر انت بتعمل رن، اقفل الرن وخليه ديباج. قلت له لا 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 عايزينه رن عادي زي ما هو، كليك يمين كده اقول له ايه رن عشان ما ياخدش وقت كبير في القفل ويرجع يفتح نقله جديد في الديباج. فتح لنا اهو، ادوس على ريجستر عايزين نكبر الصوره دي بالمره. عايز ريجستر طلعت عارف ايميل يعني ايه ما عرفنا اقول شكرا يعني ماشي تاريخ ايميل كويتشن ي
يوزر نيم باسورد، دوس على سين اب. قال لي ماي سكيول درايفر ايه لودد، قلت له شكرا، دي اهم حاجه حصلت دلوقتي ان ماي سكيول درايفر بتاعنا ايه حصل له لودد كده تمام. والدرايفر اتقرا ومفيش اي مشكله حلوه. مش المهم ان احنا نعمل لودنج للدرايفر خالص، مش مهم خالص بقى كل الكود ده، مش مهم ده تراي كاتش، مش مهم خالص. المهم الوقت ان احنا نقدر نعمل كونكشن على الداتابيز، هو لودد بس هو قرا الدرايفر لكن ما قدرش يخش على الداتابيز. احنا محتاجين نخش على الداتابيز. نخش ازاي؟ لازم نعمل كونكشن ما بين الشاشه دي وما بين الداتابيز هناك. فلازم نعرف حاجه اسمها كونكشن. اعرف حاجه اسمها ايه كونكشن؟ اسميها مثلا وليكن كون. طبعا طلعت على كلمه كونكشن دي ايرور، بقول لي ليه؟ قال لي دي لازم تعمل لها امبورت ان ليها عنوان، لازم تعمل لها امبورت عشان دي ليها ايه؟ ليها عنوان. قلت له ليها عنوان ايه؟ قال لي امبورت لازم تدوس الت وانتر عشان تشوف. قلت له ادي الت وانتر. قال لي انت عايز بقى تعمل كونكشن اللي هو كوم ماي سيكوال دوت جي دي بي سي دوت كونكشن، ولا عايز تعمل جافا دوت اس كيو ال دوت كونكشن؟ قلت له انا عايز اعمل جافا دوت اس كيو ال دوت كونكشن، ان الكونكشن هيتم من الجافا ويروح على مين؟ على الماي اس كيو ال. طبعا جاب لي كل النيم سبيس اللي كان كل الكلاسز اللي اسمها كونكشن. قلت له لا انا محتاج ده بس اللي هو جافا دوت اس كيو ال دوت كونكشن. ليه؟ ان هو ده اللي هيخلي الجافا تقدر تتكلم مع مين؟ مع الماي اس كيو ال هناك. اخترت ايه؟ جافا دوت اس كيو ال دوت كونكشن، دبل كليك كده هليه كتبها لي فوق، استدعاها فوق لوحده، عمل امبورت استدعي جافا دوت اس كيو ال دوت كونكشن. استدعيه يعني خليه جاهز عندي في الملف بتاعي نقدر نستخدمه. ارجع للكود بتاعي، ادي كونكشن. الكونكشن ده عشان نقدر نعمل كونكشن، اللي بيقدر يعمل كونكشن صح حاجه اسمها، احنا دلوقتي مش عملنا درايفر، درايفر عمل لودنج لمين؟ عمل لودنج للدرايفر. الكلاس دوت فور نيم دي عملت لودنج للدرايفر، يعني خلت الدرايفر بتاع ماي اس كيو ال جاهز للشغل. جاهز لمين؟ للشغل. اللي بيقدر بقى يجي يعمل لك كونكشن بالدرايفر ده، ما هو الدرايفر ده هو اللي هيعمل لك الحلقه بتاعت اللي هو الصح، اللي بيقدر حاجه اسمها درايفر مانجر. حاجه اسمها درايفر مانجر، لو قلت بيساوي حاجه اسمها درايفر مانجر. درايفر مانجر ده قال لي تقصد جافا دوت اس كيو ال دوت درايفر مانجر؟ قال لي اعمل الت وانتر وانا اعمل لك امبورت. قلت له الت وانتر، عملها لي امبورت هو لوحده. عايز تشوف تاكد منها، تاكد منها فوق. المهم درايفر مانجر دوت هلاقي فيه حاجات كتير، منها حاجه اسمها جيت كونكشن. حاجه اسمها جيت ايه؟ جيت كونكشن. جيت كونكشن ثلاثة جيت كونكشن، هدخل الثالثه اللي فيها ثلاثه. يبقى الدرايفر مانجر هو اللي بيجت لي مين؟ الكونكشن، هو اللي بيعمل لي كونكشن. قلت له ماشي، لما يعمل كونكشن هيحطه جوه السي او ان ان ده، والسي او ان ان ده بقدر يتعامل مع الداتابيس بقى، ده كونكشن خلاص. فانا اقول له خلاص ماشي، جيت كونكشن اللي فيها سترنج سترنج سترنج. ايه سترنج وايه سترنج وايه سترنج؟ هقول لك دلوقتي. قال لي السترنج الاولى اسمها يو ار ال، اسمها يو ار ال. يو ار ال الاختصار لكلمه يونيفايد ريسورس لوكيتر، خلاص كده. واليوزر نيم بتاع الداتابيز والباسورد بتاع مين؟ بتاع الداتابيز. قلت له ماشي، هو اليوزر نيم بتاع الداتابيز سهل، ده اسمه روت، والباسورد انت ببساطه شوف عملت باسورد ايه. انا بالنسبه لي ما حطيتش باسورد، انا بالنسبه لي الباسورد بتاعي كان ايه؟ كان فاضي. اليو ار ال بقى، اليو ار ال دي قصه. اليو ار ال اللي هو العنوان او المسار اللي يوصلني للداتابيز. هو الدرايفر عرف ان هو ايه؟ درايفر ماي سيكوال صح؟ لكن ما عرفش اعلانه جاهز. الداتابيز اعلانه جاهز ما يعرفش. طب ما عرفش البورد، بورد الفتح اللي هيعدي هيمر عليها البيانات ما عرفش. ما عرفش اسم الداتابيز. اسم الداتابيز اللي انت عملتها ذات نفسيه اللي احنا سميناها ايه؟ سميناها كارز، ما يعرفش ان اسمها كارز، ليش عرفه هو؟ صح؟ لا لازم نديله المعلومات دي كلها عشان يعرف هي فين الداتابيز بالظبط. بعد كده اليوزر نيم والباسورد فعلا يخش عليها. فانا هعرف متغير نوعه نوعه سترينج اسميه يو ار ال، اسميه ايه؟ يو ار ال، وبيساوي واكتب هنا البيانات اللي تفهمه ازاي يروح من الجي دي بي سي للماي اس كيو ال على الجهاز الرئيسي بتاعي اللي اسمه لوكال هوست، على البورت 3306، على داتابيز اسمها كارز. هو ده اليو ار ال. هو ده مين؟ اليو ار ال. فاقولها له ازاي؟ اقول له جي دي بي سي نقطتين. قال لي ماشي جي دي بي سي نقطتين. قلت له على الماي اس كيو ال، قال لي ماشي على الماي اس كيو ال.
خلاص كده يبقى مش دي بي سي لمين؟ لماي اس كيو ال. بعد كده قلت له هتخش على لوكال هوست. لوكال هوست يعني الجهاز بتاعي، او تكتب اسم الجهاز اللي عليه الداتابيز. انا الجهاز بتاعي ليه اسم، او كلمه لوكال هوست هتشتغل عندنا كلنا. كلمه لوكال هوست يعني الجهاز ذات نفسه، الجهاز ذات نفسه. لكن طبعا لما يكون موقع حقيقي ما ينفعش تكتب لوكال هوست، تكتب اسم الموقع ذات نفسه. بس تكتب اسم الموقع اللي عليه الايه؟ الداتابيز بتاعك. تكتب اسم الموقع اللي عليه الداتابيز بتاعك. قلت له لوكال هوست. ماشي. نقطتين. قلت له البورت 3306. لو انت ما غيرتوش انت بتسقط، لو انت ما غيرتوش انت بت ايه؟ بتسقط. خلاص كده. سلاش اسم الداتابيز بتاعتنا اسمها كارز. يبقى قلت له مش جي دي بي سي للماي اس كيو ال، الجهاز اسمه لوكال هوست، البورت اسمها 3306، والداتابيز اسمها كارز. الداتابيز اسمها ايه؟ يبقى اديته كل المعلومات اللي يعرف يوصل بيها لمين؟ لقاعده البيانات. اديته المعلومات اللي توصل بيها الداتابيز بمتغير اسمه دي ار ال، واديته اليوزر نيم، واديته مين؟ الباسورد. وخلاص كده. المفروض لو ما فيش حاجه، لو ما فيش ايرور حصل، يبقى قادر يعمل كونكشن. يبقى قادر يعمل ايه؟ بس مطلع لي ايرور تحت كلمه جيت كونكشن، صح؟ وقفت عليها، قال لي اكسبشنز نوت هاندل. قلت له ايه؟ قال لي جافا اس كيو ال دوت اس كيو ال اكسبشن. ده خطا المفروض انت برضو تصلحه، ان ممكن ان انا بعمل جيت كونكشن يطلع ايرور. ماشي يا مدام؟ وانا بعمل كونكشن يطلع ايه؟ يطلع ايرور. ليه ما قدرش يعمل كونكشن؟ مثلا لوكال هوست مش عليه الداتابيز، 3306 مش البورت الصح، اسم الداتابيز غلط، اليوزر نيم غلط، الباسورد غلط، كاتب هنا كلمه غلط او حرف غلط، يعني اخطاء ممكن تحصل كتير قوي. صح لا؟ فلازم تصلح الخطا ده، يعني لازم تحط تراي كاتش، تمسك الخطا اللي اسمه اس كيو ال اكسبشن. اسمه اس كيو ال ايه؟ اكسبشن. هو جاي هنا كده وقايل له ايه؟ ماشي، حطها لي ما بين تراي وكاتش. اهو الاقي مزود لي كاتش جديده، والكاتش دي بتمسك مين؟ الاس كيو ال ايه؟ اكسبشن. قلت له في الحاله دي سيت المسج، خلي الرساله اكتب لي ايرور او اس كيو ال او ماي اس كيو ال ايرور ونقطتين، وبعد ما يسكله ايرور نقطتين جنبيها الزق لي، الزق دي يعني زائد اي اي دي اللي هي مين؟ الاكسبشن اللي حصل. قلت له الخطا اللي حصل دوت هات لي منه الرساله الاصليه، جيت المسج. جيت المسج يعني هات لي الرساله الاصليه بتاعه الخطا. يبقى هيكتب لي ماي اس كيو ال ايرور نقطتين، وجنبها يطلع لي الرساله الاصليه بتاعت مين؟ بتاعت الخطا. يطلع لي الرساله الاصليه بتاعت الخطا اللي هي ايه بقى؟ معرفش اللي هي ايه بقى؟ معرفش. يبقى كده هيعمل ايه؟ يحاول يلود الكلاس، وادي اليو ار ال، ويحاول يعمل كونكشن. مش هيقول لي ماي اس كيو ال درايفر لود بقى، هيقول لي ايه؟ هيقول لي كونكشن سكسسفول. الكونكشن سليم، هيقول لي كونكشن ايه؟ سليم. ولو حصل اي خطا في الدرايفر هيقول لي الدرايفر نوت لودد، ولو حصل اي اس كيو ال خطا في الداتابيز هيقول لي ماي اس كيو ال ويطلع لي الرساله الاصليه. لو حصل اي نوع من انواع الخطا في الداتابيز سيف، واعمل كليك يمين على الريجستر كده او الاندكس، كليك يمين واقول له ايه؟ رن، عشان اجرب اللي حصل. قال لي في ايرور. قال لي في ايه؟ ايرور في سطر مش عارف كام كده، كان في سيمي كولون ناقصه. ادوس دبل كليك على الايرور ده وداني هو على الكود وقال لي نوت ناقص اوت، وقف لي هنا وقال لي في ايرور ناقص، في سيمي كولون ناقصه. حط السيمي كولون هنا، صح كده؟ السيمي كولون قمت مسيب وارجع تاني للاندكس، كليك يمين واقول له رن، ادوس على ريجستر. عشان نجرب مضطرين ندخل شوية بيانات. بروس ساين اب. قال لي ايه؟ يبقى كده الكونكشن تم على التابيز والحمد لله وتمام، ومفيش اي مشكله في الكونكشن. خلاص كده. طيب جينا بقى الوقت، خلاص انا مش عايز اعمل كونكشن، بس مجرد ان هو يفتح التابيز
لا انا عايز اعمل شغل تاني. خد